بعد ساعات من عودة الرئيس علي عبد الله صالح المفاجئة إلى اليمن، احتفل أنصاره على طريقتهم، فقد قصفوا مخيمات الاحتجاج ومقرات الفرقة الأولى في صنعاء بقذائف المورتر واستهداف المحتجين برصاص القناصة، إضافة إلى اشتباكات عنيفة بين جنود الفرقة الأولى المنشق والحرس الجمهوري وصفت بالأعنف وخلفت عشرات القتلى والجرحى. حملت حمامة السلام وغصن الزيتون، هذا ما قاله صالح حال وصوله البلاد، لكن المراقبين رأوا في العودة مناورة جديدة للرئيس لخلط أوراق لطالما حاول الوسطاء ترتيبها. عبد الغني الإرياني المحلل السياسي والمشارك في تأسيس حركة الصحوة الديمقراطية قال إن العنف قادم وعودة الرئيس نادر شؤم في وقت كهذا، خاصة بعد أن أكد مؤيدوه أن موقفهم أقوى ولن يقبلوا الحل الوسط، وهذا بالأساس يعني أن العملية السياسية ماتت. المعارضون يخشون من إراقة مزيد من الدماء ومخاوف من اتساع دائرة الخطر، ووصفوا العودة بالأمر الاستفزازي الذي يدفع البلاد إلى حرب أهلية. وفي بيان لقيادة الجيش المؤيد للثورة الذي يرأسه اللواء علي محسن الأحمر، قال إن صالح عاد لتفجير الوضع عسكريا ويشعل حربا طاحنة، لكنه في الوقت نفسه شدد على سلمية الثورة، فيما رأى بعضهم أن الحل العسكري هو الذي يحسم الأمر، في حين يشدد اللقاء المشترك على الخط الثوري السلمي، لأن التصعيد العسكري قد يفضي إلى نتائج كارثية بحسب رأيهم. أنا لأول مرة عودة صالح الضبابية أثارت تساؤلات كبيرة بشأن مصير البلاد في الأيام القادمة، خاصة بعد إصابة المبادرة الخليجية بالشلل واخفاق الزيارة الأخيرة لأمين مجلس التعاون الخليجي والمبعوث الأممي التي استبقت المعارضة فشلها وقالت إنها إحدى ألاعيب صالح لتضييع الوقت، وانهارت الهدنة الهشة وسط اتهامات متبادلة بخرقها. إزاء التوتر المتصاعد على الأرض، عقد وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي اجتماعا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحثوا فيه التطورات الخطيرة في اليمن ودعوا الرئيس صالح للتوقيع الفوري على المبادرة الخليجية، كما طالبت الولايات المتحدة صالح بالتنحي والعمل على نقل السلطة والترتيب الانتخابات الرئاسية قبل نهاية العام. رفع السعد، العربية.